دور المملكة العربية السعودية هو دور مشهود له، وهو دور الأخ الكبير الشقيق للأمة العربية، وخاصة أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي العربي وهذا الأساس، ومن ثم أيضا حماية الهوية العربية، وهو السد المنيع في وجه الفارسية والأطماع الإيرانية في بلادنا العربية. هذا الدور نحن نقدره ونعتز به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يمده حتى يصل إلى كل بلادنا، ونطرد المحتل الإيراني من هذه الدول، وأخص بالذكر الأحواز العربية.